اللعبة الساخرة جدا ساوث بارك مع جزئها فريكتشر بات هول المبنية على المسلسل، واللعبة فيها كمية سخرية لا تحصى. الجزء ده بيكمل جزء الصادر في 2014 The Stick of Truth اللي نجح بطريقة خرافية، لكن الجزء الجديد يتفوق عليه بشكل كبير. ده بفضل التحسينات الكتيرة اللي على الجيم بلاي وسرد القصة. لكن لو ما تعرفش القصة او ما لعبتش الجزء اللي فات فده مش هيأثر عليك بحاجة. قصة الجزء ده عن البطل والملقب بنيو كيد، والجزء ده قصته عن السوبر هيروز اللي بقيادة كارتمان اللي كون فريق اسمه The Coon and Friends، والفريق المنافس اللي بقيادة تيمي اللي كون فريق باسم Freedom Bells. قصة اللعبة عموما مشوقة جدا، اللعبة فيها كذا قصة في لعبة واحدة، بحيث انها بتتكلم عن قطة مفقودة فريق كارتمان بيبحث عنها، مع قصة تانية وقصة غريبة وغامضة نوعا ما عن بطل اللعبة واهله وعن ليه ما بيتكلمش خالص. فاللعبة فيها مفاجآت كتيرة ممتعة وهتندهش لما تشوفها. لحظات كتيرة مضحكة هتلاقيها في اللعبة، سخرية فظيعة. اللعبة دي مليانة ألفاظ بشعة ولكن عالمها مضحك للغاية. شخصيات اللعبة برضو فكاهية جدا، وصدق أو لا تصدق إن نجاح اللعبة كله بسبب شخصياتها الغير محدودة. عالم ساوث بارك مبني على مسلسل امريكي مشهور. لو شفت المسلسل ده هتلاقي انه استوديو تطوير اللعبه قدم افكار ممتازه وجمل وكوميديا مقتبسه من المسلسل، الامر اللي خلاني احس باني بلعب جوه مسلسل. استوديوهات يوبيسوفت المسؤولين عن تطوير اللعبه قدموا افكار منوعه ممتازه، وهي اهم حاجه انك بتكون شخصيه على كيفك، بحيث ان كل جندر سواء ولد او بنت، لكن اي اختيار من ده هيأثر على ازاي الشخصيات هيتفاعلوا مع اللاعب. في اختيارات كتيره في تكوين الشخصيه وكلهم بيقدموا تفاصيل مختلفه. اللعبة RPG بعالم مفتوح، عالم كبير في انتظارك هتستمتع في استكشافه، خصوصا لما هتدخل المحلات اللي كتيرة جدا وهتقابل مهمات كتيرة روعة سواء اساسية او جانبية. المهمات كتيرة جدا ومعظمها، وده لو مكانش كلها، كانوا ممتعين. ده بفضل تنويع اللعبة عليه، وهنا اقصد اسلوب المعركة الاشبه بالعاب التيرن بيزد، الالعاب اللي من نوعية XCOM او الاسطورة Child of Light. فالكومبات في اللعبة شيء ممتع جدا، الاستراتيجية في تفادي الضربات مع توزيع فريقك صح عشان يضربوا الاعداء، ده كان شيء ممتع للغاية. اي معركة بتختار 4 من فريقك يكونوا معاك، وتقدر تبدل بحيث انك تختار الاقوى او اللي بيعمل هيلينج للفريق او اللي عنده صحة اكبر وهكذا. فعندك اختيارات كتيرة في ازاي تحط الفريق بتاعك، وفي معارك بتعتمد على انك تحارب لوحدك او يكون معاك واحد بس في الفريق. فالتنويع في المعارك مع التغيير في الاعداء وتحركاتهم وضرباتهم، ده كان كل مدى بيقدم تنويع مختلف. فاسلوب الكومبات اشبه بالعاب الشطرنج، كل واحد له دور في المعركة، اما انك تستغل الدور ده صح بانك تقدم ضربة واحدة او انك تضرب ضربة واحدة لكن تصيب 3 من الاعداء. بالرغم ان اسلوب الكومبات ما كانش بصعوبة العبقرية Child of Light، هو سهل جدا وفي تطويرات كتيرة للشخصية اللي بتخليها تقدم ضربات مختلفة. معاك ضربات كتيرة منوعة، وده بيكون من خلال الكلاسز او نوع الشخصية اللي بتختاره مع التقدم في اللعبة. انك مثلا تختار الشخصية اللي بترمي نار او اللي بتكهرب او الشخص صاحب العضلات او مثلا اللي بيخليك تضرب اعداء اللي بعاد عنك. اختيارات كتيرة وكل اختيار له مميزاته، واللعبة بتديك كامل الحرية بانك تختار القوة اللي عايزها، بحيث مثلا انك تستخدم مزيج بين ضربات النار مع ضربات العقل وضربات السايبورغ وضربات الاساسن. القدرات في اللعبة برضو كان شيء مفيد، قدرات بتكون شيء ساخر جدا، بتكون من خلال الفارت او اطلاق الريح، من خلاله تقدر تصنع المستحيل بحيث انك تقدر توقف الوقت لمدة ثواني او انك تبطئ الوقت او تروح للماضي والمستقبل. ده كله حتى بيسمح لك انك تحل الغاز، بان مثلا لو في مكان عايز تدخله وفي عائق قدامك فبتوقف الوقت وبتشيل العائق ده وبترجع تاني. فالقدرات دي كانت مفيدة جدا ومميزة، وكمان تقدر تستخدمها اثناء المعارك بحيث ان لو في حد هاجم عليك لما توقف الوقت فالضربة مش هتصيبك ودوره هيروح. اللعبة فيها كمية سخرية من العالم الحقيقي اللي احنا عايشينه، سخرية بصراحة كانت مضحكة جدا لدرجة انك هتلاقي سخريات على دي سي كوميكس وحبهم في مارفل، وانهم عايزين يتقمصوا ده كونهم سوبر هيروز مثلا. فاللعبة مضحكة بشكل فظيع، لحظات كتيرة هتوقف اللعبة وهتضحك بصوت عالي. فالكوميديا اللي قدمتها اللعبة ما كانتش ابدا مبالغ فيها، بالعكس اللعبة فيها رسائل خفية كتيرة عن عالمنا ده، سخرية هتخليك تستغرب من عبقرية المطورين بافكارهم الغريبة دي وازاي نقلوها في اللعبة وخلوها تبقى واضحة للناس اللي فاهمينها كويس، زي مثلا سيفل وورز من فيلم كابتن امريكا اللي كانت سخرية واضحة للفيلم.
كذلك شخصية اسمها مورغان فريمان. حاجات كتيرة ساخرة موجودة في اللعبة وما اقدرش اقول بانها كانت عادية، بالعكس كانت ساخرة ومضحكة لدرجة الجنون. وعلى نفس اسلوب تشايلد اوف لايت، بحيث ان كل ما تتقدم في اللعبة بتلاقي اصدقاء وحلفاء جداد، فلما بتقابلهم وبتدخلهم الفريق معاك بيفيدوك جدا بالمعارك وبيسهلوا عليك المعركة. في اللعبة في حوالي 6 حلفاء او اصدقاء هتقابلهم، ده غير باقي الاصدقاء اللي اللعبة هتبدأ بيهم وهيكونوا معاك من البداية. وطبعا كأي لعبة ار بي جي معاك امكانية تطوير شخصيتك، وده بيكون من خلال حاجة اسمها ارتفاكت اللي بتركبها كل ما الليفل بتاعك يزيد، وهي مفيدة بحيث انها بترفع من ضرباتك او بترفع الهيلث وهكذا. رسومات اللعبة كرتونية لكن رسومات اللعبة ساخرة جدا، ده بفضل حركة الشخصيات المضحكة. اللعبة قدمت نفس رسومات المسلسل من غير اي فرق، حتى تصميم الشخصيات كان نفس المسلسل، البيئات وتصميمها كان عظيم وغني من حيث التفاصيل. بالنسبة للأداء الصوتي فبصراحة كان عبقري، كل الشخصيات عملوا أداء صوتي ممتع وممتاز للغاية، كذلك الساوند تراك وخصوصا أثناء الفايت فكان ممتاز. حتى لو ما اتفرجتش على المسلسل ده فده مش هيأثر عليك بتجربتك للعبة، لأن اللعبة قدمت أسلوب فكاهي جدا وساخر هيخليك تستمتع بكل لحظة وأنت بتلعبها، مع أسلوب الكومبات الممتع للغاية، كل ده هيقدم متعة حتى لو ما شفتش المسلسل الكرتوني ده. شكرا على المشاهدة، وأتمنى إنكم تزوروا صفحتي على الفيسبوك facebook.com/nevermindhd. كان معكم أحمد السوري، see you next time.